باب العمل في الرعاف. في الرعاف، ما هو الرعاف يا مشايخ؟ هو الدم ينزل من أنف الإنسان، ينزل من أنف الإنسان، قد ينزل كثيرا وقد ينزل قليلا، لكن اسمعوا الرواية الأولى وتعالوا لنرى تفصيل هذه المسألة. قال عبيد الله بن يحيى، من عبيد الله بن يحيى؟ ابن يحيى المصمودي الأندلسي صاحب هذه الرواية التي معنا. قال عبيد الله بن يحيى: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب، نعم، جاء في الرعاف قبله، يعني لم نقرأ ما جاء في الرعاف. نعم طبعا، الرعاف كما قلت لكم دم يخرج من الأنف، صحيح؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. ماذا كان يفعل عبد الله بن عمر إذا رعف؟ كان إذا رعف عبد الله بن عمر انصرف، انصرف يعني نوى المفارقة وخرج من الصلاة، ثم راح فغسل الدم وتوضأ، غسل الدم وإيش؟ ثم عاد إلى الصلاة فبنى على ما صلى. افهم هذا جيدا، بنى على ما، يعني ما معنى بنى على ما صلى؟ فإن كان صلى ركعة ورعف ونزل الدم من أنفه، يخرج من الصلاة ثم يغسل الدم ويتوضأ ويأتي فيبدأ في الركعة رقم كم؟ الثانية، وهكذا. قال: بنى ولم يتكلم، ولم يتكلم يعني بكلام خارج عن الصلاة حتى لا يفصل الصلاة بعضها عن بعض. واضح يا مشايخ؟ وبه إليه قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. أليس فعل ابن عباس كفعل عبد الله بن عمر؟ وهذه الأحاديث كلها يعني ضعها في ذهنك على أنها من أسس المذهب المالكي التي بلغت 10 أسس. 10 أسس: القرآن والسنة والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب وقول الصحابي وقول. هذه هاتين الروايتين جعلهما مالك رضي الله عنه دليلا على أن من رعف في الصلاة يذهب فيتوضأ ثم يعيد، لا يعيد الصلاة، وإنما يبني على ما صلى. ما الدليل؟ الدليل فعل الصحابي أو قوله. ففعل الصحابة وأقوالهم عند مالك أساس من أسس المذهب. أنا أريدكم أن تفهموا هذا جيدا، وسيكون بين أيديكم قريبا بإذن الله تعالى مداخل ضرورية لدراسة مذهب المالكية. كتيب صغير ما زلت أجتهد في كتابته وأوشكت على الانتهاء منه، وسيكون بين يديكم بعون الله تعالى قريبا. من أسس المذهب يا سادة قول الصحابي، قوله، وما قرأته لكم الآن من هاتين الروايتين إنما هو فعل عبد الله بن عمر وفعل عبد الله بن عباس. وهل ترون ابن عباس وابن عمر يفعلان هذا الفعل من هوائهما ومن عقلهما ومن استنباطهما، أم أنه ما تعلماه من رسول الله؟ وأيضا أزيدك فوق وأزيدك من الشعر بيتا: لماذا جعل مالك رضي الله عنه من أسس مذهبه فعل الصحابة أو أقوالهم؟ لأن هذا الفعل هو الفعل الذي تضافرت عليه أفعال أهل المدينة المنورة، فجعل مالك من أسس مذهبه أيضا فعل الصحابة أو قولهم، وأيضا عمل أهل المدينة المنورة. فما عمل أهل المدينة المنورة إلا فعل الصحابة، إلا فعل من؟ الصحابة. قال أقول وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. سبحان الله، كأن الموطأ يقول لنا إن الإمام مالك يا شباب لم يجعل قول الصحابة وحده وفعلهم مصدر أو أساس من أسس مذهبه، بل أيضا في بعض الأحيان جعل فعل التابعي أو قول التابعي أساس من أسس مذهبه، لأن هذه الرواية الثالثة في هذا الباب ما جاء في الرعاف
رواية تحكي فعل سيدنا سعيد ابن المسيب. وسعيد ابن المسيب هذا صحابي أم تابعي؟ لماذا يثبت مالك رضي الله عنه في الموطأ فعل سعيد بعد فعل عبد الله بن عباس وفعل عبد الله بن عمر؟ لماذا يفعل هذا؟ ليقول لك إن فعل التابعي أيضا أساس من أسس آرائي الفقهية واختياراتي الفقهية. هل تفهمون هذا الكلام؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: باب العمل في الرعاف. هذا ما جاء في الرعاف، وهذا باب أي ماذا؟ العمل في الرعاف. والآن انتظروا مفاجأة عجيبة. الآن الرواية التي قرأناها أن قصي بن الليثي أتى أنه رأى سعيد من؟ سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب. الرواية التي تأتي الأولى في باب العمل في الرعاف أيضا تحكي قصة سعيد بن المسيب، لكن انظروا العجب العجاب. قال عبيد الله بن يحيى: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم، ثم تخطب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. الذي ينظر نظرة متعجلة يظن أن هناك تعارض، أن هناك. انظروا إلى الرواية التي مضت مباشرة. ماذا فعل سعيد بن المسيب يا شيخ إسماعيل؟ خرج من الصلاة، ثم دخل بيت أم سلمة، ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم عاد إلى الصلاة فبنى على ما صلى. صحيح؟ خرج من الصلاة ولا لم يخرج؟ طيب، في هذه الرواية التي في باب الفعل في الرعاف، ماذا فعل سعيد بن المسيب؟ خرج ولا لم يخرج؟ طيب، كيف الحكم، أن يخرج ولا لا يخرج؟ هذا يبدو فيه تعارض، يبدو فيه، والحق أنه لا تعارض، وأنا أفصل لكم هذا حالا. اسمع الرواية من جديد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تخطب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم لا يتوضأ. في رواية قصي بن الليثي أنه خرج وتوضأ. صحيح؟ فهل هناك تعارض يا شباب؟ قالوا: لا لا لا، لا يوجد أدنى تعارض. فما هو الجواب إذن لنخرج من التعارض؟ أقول لكم أيها الأحباب، إن الدم الخارج من الأنف الذي يسمى الرعاف على قسمين. على كم قسم؟ قسم يسمى الدم المسفوح أو الدم الكثير، وقسم هو دم قليل. فإذا خرج من أنف المصلي دما كثيرا سالا فملأ يده وثوبه، فهذا الحكم فيه أن يخرج من الصلاة فيعيد الوضوء ثم يكمل على ما صلى. هذا في الدم الكثير أم في الدم القليل؟ في الدم الكثير. فإن كان الدم قليلا فالحكم أن يفركه في بين أصابعه ويتمم صلاته ولا يخرج منها. فكأن ابن المسيب حدث له هذا مرتين. حدث له هذا كم مرة؟ مرة خرج الدم من أنفه كثيرا، وهي رواية قصي الليثي عن سعيد بن المسيب. فخرج، فلما خرج الدم الكثير ماذا فعل؟ خرج من الصلاة توضأ وأعاد الصلاة. طيب، لما خرج الدم قليلا في المرة الثانية، وهي رواية من عن سعيد بن المسيب؟ وهي رواية عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي. جيد، ماذا فعل؟ قال: فخرج منه الدم حتى تخضب أصابعه من الدم. الدم الذي خرج ماذا فعل؟ لم يملأ إلا الإيش؟ الأصابع فقط. فهذا يعد ماذا؟ قليلا. فإن سال وملأ ثوبه يعد كثيرا. فهذه لها حكم وهذه لها حكم. قال: فإن كان قليل فيفتله بأصابعه حتى يجف ويتمادى على صلاته. واختضاع الأنامل العليا قليل، والكثير أن يسيل أو يقطر. يعني ما هو الضابط الذي أقول الدم الخارج كثير أو الدم الخارج قليل؟ ما هو الضابط؟ الضابط السيلان. فإن ملأ الأصابع فقط يقال عنه إيش؟ قليل. فإن سال وملأ شيئا من الثوب يقال عنه كثير. فهل هناك تعارض بين الروايتين؟ الآن انقشع التعارض ولا لم ينقشع؟ وعلمنا الحكم الفقهي ولا لم نعلمه؟ علمنا الحكم الفقهي، وهذا فقه مالك.
اعتمد في هذا على فعل الصحابة في الدم الكثير، أقصد فعل عبد الله بن عمر وفعل عبد الله لا 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 في الصحابة، صحيح، عبد الله بن عمر والثاني عبد الله بن عباس. طيب، واعتمد على فعل سعيد بن المسيب الذي هو التابعي، فالصحابي هكذا فعل والتابعي هذا فعل. بل ويزيدك رواية جديدة في نفس المعنى، في نفس المعنى يقول: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر، عبد الرحمن ابن المجبر، أنه رأى سالم بن عبد الله. وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، تابعي أم صحابي؟ تابعي. فأنا عندي سعيد بن المسيب وعندي من أيضا؟ سالم بن عبد الله، يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه. اختضاب الأصابع يعد دما كثيرا أم دما قليلا؟ ها؟ قليلا، دما قليلا. قال: حتى تختضب أصابعه، ثم يفتله، ثم يصلي ولا يتوضأ. ففعل سالم بن عبد الله فعل من؟ فعل سعيد بن المسيب. لطيفة، اكتب عندك لطيفة من لطائف المجلس لا تنساها إن شاء الله، وهكذا يكون المجلس فيه بعض الإيش؟ بعض اللطائف. قال: حدثني عن مالك عن، من عند مالك إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عن عبد الرحمن ابن المجبر. هذا اسمه عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب. مرة أخرى، عبد الرحمن ابن المجبر هذا اسمه ماذا يا بطل؟ عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب. واضح؟ طيب، عبد الرحمن ابن المجبر، المجبر هذا ابن عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب. يعني كأن عندي كم عبد الرحمن؟ ثلاثة. الأول شيخ مالك، والثاني الأب هو المجبر، والثالث الجد هو ابن عمر بن الخطاب. انتبه جدا، عندي عبد الرحمن الأول شيخ مين؟ شيخ مالك ابن المجبر. من المجبر هذا؟ عبد الرحمن أيضا، عبد الرحمن أيضا. طيب، أبوه عبد الرحمن ابن من؟ طيب، عبد الرحمن ابن المجبر رأى من؟ سالم ابن عبد الله، سالم ابن عبد الله. فسالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب ليس أباه، ليس أباه، ولكنه ابن عمه، ابن عمه، لأن عندنا عمر بن الخطاب تفرع منه فرعين: عبد الرحمن وعبد الله. عبد الله أنجب سالم، عبد الرحمن أنجب عبد الرحمن المجبر، المجبر أنجب عبد الرحمن شيخ مالك. فعبد الرحمن ابن المجبر، عبد الرحمن المجبر يروي عن عبد الرحمن الذي هو أخو عبد الله، فيكون عمل أفلم. فيكون عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب أخو عبد الله بن عمر بن الخطاب. فسالم ابن عم المجبر، ابن عم من؟ والمجبر ابن عمه سالم بن عبد الله. ترسم هذه الخريطة تجد الملحة العجيبة هذه. طيب، عرفنا الآن أن عندنا كم عبد الرحمن؟ عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب. عبد الرحمن الأول شيخ مالك، وعبد الرحمن الثاني المجبر، وعبد الرحمن الجد ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. واضح؟ فلماذا لقب بالمجبر؟ هذه أيضا من الملح، لماذا لقب بالمجبر؟ انظروا، عبد الله سيدنا عمر بن الخطاب أنجب عبد الرحمن، وأنجب عبد الله، وأنجب حفصة، حفصة بنت من؟ عمر بن الخطاب. طيب، أخوها حفصة، أخوها عبد الرحمن أنجب ولدا اسمه عبد الرحمن، أنجب ولدا اسمه، فكانت حفصة عمته، أخت أبيه، عمته، صحيح. وكان عبد الرحمن ابن عبد الرحمن طفلا يلعب في المدينة المنورة، فسقط من مكان عال فانكسرت رجله، وقيل انكسرت رجله وانكسر ذراعه، فحملوه إلى عمته، عمته من؟ حفصة بنت عمر بن الخطاب. فحملوه إلى عمته وقالوا لها: ادركي ابن أخيك المكسر، لأنه ماذا حدث له؟ تكسر. ادركي ابن أخيك المكسر. فلما حملوه إليها قالت: لا والله، بل هو المجبر، ليس المكسر وإنما المجبر. فاشتهر بين الناس بالإيه؟
بالمجبر، فأنجب المجبر ولدا، خلاص يعني شفي من الكسر الحمد لله، وتزوج وكبر وتزوج وأنجب عبد الرحمن، فأصبح عبد الرحمن شيخ مالك يقال عنه عبد الرحمن بن مين؟ ابن المجبر. عبد الرحمن بن المجبر رأى سالم بن عبد الله بن عمر، رآه ماذا يفعل؟ ماذا رآه يفعل؟ رآه في الصلاة وقد أصابه الرعاف، أصابه الرعاف، ولكن الرعاف الذي أصابه أصابه بدم كثير أم بدم قليل؟ من أين عرفت أنه قليل؟ أيوة، لأنه ما خضب إلا أطراف الإيش؟ الأصابع. ماذا يفعل المصلي إذا نزل الدم القليل؟ ها؟ ماذا يفعل؟ يفركه، يفتله بين أصابعه ويتم الصلاة، فقد انتقض الوضوء ولا لم ينتقض؟ الله ينور عليكم. واضح هذا الكلام يا مشايخ؟ هذا من ملح الموطأ لا تنسوا. قال: باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. غلبه ليه يا مشايخ؟ الدم من جرح أو رعاف. الآن سنرجع إلى الدم الكثير يسيل سيلانا كثيرا. قال الإمام عبيد الله بن يحيى قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة، يعني عروة بن الزبير يروي عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه، أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما. المسور بن مخرمة هذا صحابي دخل على سيدنا عمر بن الخطاب ليوقظه لصلاة الإيه؟ لصلاة الفجر، لصلاة الصبح، من الليلة التي طعن فيها. من الذي طعن سيدنا عمر بن الخطاب؟ من؟ ليس هكذا، اسمه من؟ ها؟ اسمه فيروز، اسمه فيروز، واسمه عبد المغير بن شعبة. اكتب هذا لا تنساه أيضا، اسمه ماذا؟ أبو لؤلؤة المجوسي، صحيح؟ أبو لؤلؤة، أبو لؤلؤة هذه كنيته أبو لؤلؤة، لكن اسمه فيروز، اسمه ماذا؟ فيروز النصراني عبد المغيرة ابن شعبة. نعم، طعن عمر بن الخطاب وهو إيش؟ وهو ماذا؟ وهو يصلي في صلاة الصبح. فصلى عمر بن الخطاب وجرحه يثغب أو يثعب دما، جرحه يثعب دما يعني يتدفق منه الدم. وقال عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن ترك الإيه؟ من ترك الصلاة. طيب، وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال، سعيد ابن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ هذه طريقة، انظر إليه، هذه طريقة محمدية في تعليم الطلاب. هذا سعيد بن المسيب يسأل طلابه، يقول: ما ترون في من عليه الدم في من رعاف فلم ينقطع؟ وهذا منهج من مناهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. كان رسول الله يقول لأصحابه ماذا صلى الله عليه وسلم؟ من تعدون الشديد فيكم؟ قالوا: الشديد الذي لا تصرعه الرجال. قال: ليس ذلك، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومرة أخرى نظر فيهم وقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن. قال عبد الله بن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في ظني أنها النخلة. قال: ولم يمنعني من الكلام ما كان من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال له عمر بن الخطاب: لو أنك قلت النخلة لكان أحب لي من كذا وكذا. لكن الشاهد أن النبي بدأهم بماذا يا شباب؟ بدأهم بالسؤال. الآن سعيد بن المسيب ماذا يفعل؟ ها؟ يسأل طلابه وتلامذته: ماذا ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع؟ يقصد وهو إيه؟ وهو يصلي. قال مالك، قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب. كأن هذا الموضع من الموطأ يحكي مجلس سعيد بن المسيب، صحيح؟ قال سعيد: أرى
كأن الطلاب أجابوا ولا لم يجيبوا؟ لم يجيبوا، كأنهم بجم من نيجيريا لا يعرفون كيف يجيبوا، لم يجيب أحدهم. قال مالك، قال سعيد، قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب: أرى، تذكروا أني قلت لكم أن من أسس المذهب قول الصحابي وقول التابعي، وفعل الصحابي وفعل، بعد أن نقل لك فعل التابعين الآن ينقل لك قول تابعي كسعيد بن المسيب، تفهمون ولا لا؟ لكن مالك نص على أن هذه أسس المذهب ولا لم ينص؟ لم ينص، لم ينص، إنما استخرجها إمام كبير وأئمة كبار من أئمة المذهب المالكي كالإمام القرافي. القرافي يعني أتقن من ذكر أسس المذهب وجمعها هو الإمام القرافي. اعلموا أو تعلموا، تعالوا لنتعلم هذا، فهذا في غاية الأهمية. من أين جاء بأسس المذهب الإمام القرافي وغيره؟ من الموطأ، من كلام مالك ومن فعل مالك. الآن مالك يحكي مشهدا من مشاهد مجلس الإمام سعيد بن المسيب، يقول: ها، قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك، قال يحيى بن سعيد، قال ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء. ماذا يفعل؟ يومئ برأسه إيماء. قال يحيى، قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. ما معنى هذا الكلام يا مشايخ؟ إذا وقف أو ركع الدم ماذا يحدث؟ يسير. طب إذا سجد الدم يسير أكثر، فهذا ماذا يفعل؟ يصلي، يصلي أو لا يصلي؟ يا مشايخ، يا طلاب العلم، هكذا يتكلم سعيد بن المسيب: ما ترون في من غلبه الدم، ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع؟ لم ينقطع. ما ترون؟ فالطلاب ماذا فعل؟ سكتوا ولم يجيبوا. فقال: أرى، قال سعيد بن المسيب إيش؟ أرى أن 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 يركع ويسجد، فإن ركع وسجد ماذا يحدث؟ يزيد الدم زيادة، ماذا نفعل؟ قال: أرى أن يومئ إيماءة برأسه فيصلي، فيومئ وأخفض قليلا هذا ركوع، أخفض أكثر هذا سجود. قال مالك: أنا أعجبت جدا برأي سعيد بن فجعل هذا الرأي هو المختار في المالكية في المذهب بناء على قول من؟ قول سعيد بن المسيب. فإذا جعل قول التابعي أساسا من أسس المذهب ولا لا؟ فهمتم؟ طيب. قال: باب الوضوء من المزي، باب الوضوء من المزي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المزي ماذا عليه؟ تفهمون هذا السؤال؟ لكن عليا رضي الله عنه، طبعا أنا لست في حاجة أن أحدثكم عن الإمام علي، هذا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي أخي في الدنيا وفي الآخرة. وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد؟ صحيح؟ هذا علي زوج الزهراء رضي الله عنه. تلاحظون في الرواية أن عليا لم يسأل رسول الله، وإنما أمر من أن يسأل رسول الله؟ أمر المقداد بن الأسود، وهو ليس المقداد بن الأسود، هو المقداد بن عمرو. زوجته ما اسمها؟ أحسنت، هذه ذكرناها قبل ذلك، ضباعة بنت الزبير، هذه ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أمر المقداد بن الأسود. لماذا أمر المقداد بن الأسود؟ لماذا لم يسأل هو رسول الله؟ لأن التي في بيته ابنة رسول الله، فيقول له: أنا أدنو من ابنتك، يعني هذا فيه سوء أدب. هو رأى أن الحياء يمنعه أن يقول أيدنو الرجل من امرأته وامرأته هي الزهراء. ها؟ منعه ماذا يا مشايخ؟ منعه الحياء أن يسأل. اقرأ من جديد. قال أنه عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره، أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المزي ماذا عليه. قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد:
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. أفي هذا غسل أم فيه وضوء فقط؟ ما سمعت، فيه الغسل ولا فيه الوضوء؟ فيه الوضوء فقط، يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للإيه؟ للصلاة. طبعا ولا أحدثكم عن الحياء، حياء البيت الهاشمي سيدنا الإمام علي رضي الله عنه، وفي هذا درس في غاية الأهمية. لا يتكلمن عن الزوجة والجنس والمزي والملي مع والد زوجته، هذا فيه إيه؟ فيه رأى أن فيه سوء الأدب. وبه لي قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال. الآن يرجع من جديد بعد أن أورد لنا رواية موصولة بالسند إلى رسول الله، صحيح؟ الآن يرجع إلى قول الصحابي، هل قول الصحابي أساس من أسس اختيارات المذهب المالكي؟ الجواب نعم، هذا كله جديد تضيفونه إلى عقولنا ونحن نقرأ الموطأ، واضح؟ كأننا نضع بين أيدينا أسس المذهب ونحن نقرأ موطأ الإمام مالك. الآن هل اعتمد المذهب في آرائه الفقهية على أقوال التابعين؟ نعم، بشكل مطلق ولا بشكل محدود؟ يقينا بشكل محدود، وفيه شروط وضوابط تأتي إن شاء الله فيما بعد. الآن هل اعتمد المذهب المالكي في اختياراته الفقهية على أقوال الصحابة وأفعالهم؟ الجواب نعم. إذن ليس المصدر أو الأساس في اختيارات الفقهية عند المالكية القرآن والسنة وحدهما، لا، بل القرآن والسنة وماذا أيضا؟ وقول الصحابي وماذا أيضا؟ وقول التابعي وماذا أيضا؟ وأشياء أخرى ستأتي، لكن الآن احفظوا، حتى الآن ذكرنا أن أسس المذهب القرآن والسنة وماذا؟ وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأفعال الصحابة وأفعال التابعين، واضح؟ الآن سيذكر لك قولا لسيدنا عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب رسول الله ولا تابع ولا صحابي؟ اسمع، قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الحريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المزي. مالك عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم عن أبيه، مين أبوه؟ أسلم العدوي، اكتب أسلم العدوي، مولى عمر بن الخطاب، يعني الذي روى هنا عن عمر بن الخطاب هذا الكلام واحد من موالي عمر بن الخطاب، اسمه ماذا هذا المولى؟ أسلم العدوي، مولى عمر بن الخطاب، وهو تابعي ثقة. نعم، جندب، لا يوجد جندب عندنا، فين جندب هذا؟ عندكم في نسخكم جندب؟ فين؟ لا يوجد. شيخ اسماعيل، أي نسخة معك؟ وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لا أجد. هكذا يا شباب، هكذا الرواية، فأين جندب يا شيخ اسماعيل؟ وما لنا نحن والحديث الذي بعده، نحن من لم ننتهي من هذا. اسمع يا سيدي، الآن الذي روى هذه الرواية عن سيدنا عمر بن الخطاب من يا مشايخ؟ أسلم العدوي، اكتب على رأسه تابعي ثقة، تابعي، وهو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليس هذا فحسب يا شباب، بل إنه مخضرم، اكتب مخضرم. ما معنى مخضرم؟ يعني ايش عاش الزمانين؟ طيب ما عمر بن الخطاب عاش الزمانين، نقول عن عمر بن الخطاب مخضرم؟ طب لماذا؟ ايوه، عاش الزمانين. و طيب ما عمر بن الخطاب عاش الجاهليه والاسلام، نقول عن عمر بن الخطاب مخضرم؟ الله يكرمك يا شيخ اسماعيل، الله ينور، هذا هو الجواب. عاش الجاهلية والإسلام ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي، فعمر بن الخطاب أسلم مع رسول الله، فعمر صحابي عمر، لكن أسلم العدوي مولاه تابعي. لماذا تابعي؟ مع أنه حضر حياة النبي كلها لكنه لم يسلم مع رسول الله، لم يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام لم يسلم يعد صحابيا؟
فالصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ايش؟ عدة، صحيح؟ ولو تخلل ذلك. انت معك تليفون؟ اغلقه او اجلس بعيد. اغلق الهاتف. فاسلم العدوي، نحن الان مع سيدنا اسلم الايه؟ العدوي. اسلم العدوي يا مشايخ من المخضرمين. اسلم العدوي من المخضرمين، ما معنى مخضرم؟ يلا اجيبون، ما معنى مخضرم؟ حضر الجاهليه والاسلام ولم يسلم الا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل من؟ اسلم العدوي، ومن ايضا؟ كعب الأحبار، ومن أيضا؟ حتى جمع المخضرمين أحد العلماء في كتيب وترجم لهم المخضرمين الذين حضروا الجاهلية والإسلام ولم يسلموا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن ميمون أيضا من المخضرمين، ابن ميمون أيضا من المخضرمين، وغيره كثير. قال عن أسلم العدوي، عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأجده، الذي هو ماذا؟ المزي، وأحسنتم، إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، تعرف تصغير خرزة، لو أن معك مسبحة، هذه التي في المسبحة اسمها ماذا؟ خرزة، هو مثل الخريزة، يعني إيش؟ يعني صغير جدا، يعني صغير جدا مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم ماذا يفعل؟ فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المزي. إذن هل المزي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل؟ يوجب الوضوء فقط. وبإليه قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم. يوجد شيء مش طبيعي، وطيها طب شوي من هنا. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب، هذا جندب الذي كنت تتكلم عنه، عن جندب مولى عبد الله بن عباس، اسمه ماذا؟ جندب مولى عبد الله بن عباس، ولا ابن عياش؟ نعم، مولى عبد الله بن عياش، أنه قال: سألت عبد الله بن عمر، واكتب يا شيخ إسماعيل أن جندب هذا اسمه جندب ابن أبي ربيعة المخزومي، اكتب جندب ابن أبي ربيعة المخزومي، قال: سألت عبد الله بن عمر عن المزي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. نقل لك سيدنا الإمام مالك حديثا موصولا في المزي، صحيح؟ الذي هو حديث علي طلب من المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل لك كلام عمر بن الخطاب، صحيح؟ ونقل لك كلام عبد الله بن عمر بن الخطاب ليقول لك: إن المسألة عندي في اختيار الفقه من كلام النبي ومن كلام الصحابة أيضا. فهذه أسس المذهب يا مشايخ، يعني أنا في هذا المجلس فقط أشرت إشارة لأسس المذهب لتعرفوا أن الموطأ ليس كتابا يسرد ككتب السنة الأخرى، بل فيه آراء الإمام مالك رضي الله، ولذلك أكثر فيه من روايات عن الصحابة والتابعين. لماذا؟ ليقول إن واحدا من أسس المذهب الذي اعتمدت عليها في الاختيارات الفقهية قول الصحابي وقول ماذا أيضا؟ هل فهمتم؟ الآن الحكم في المذهب عن المزي يخرج من الرجل، فيه الغسل أم فيه الوضوء؟ بكلام من؟ ليس بكلام النبي وحده، وإنما بفعل الصحابة وفعل التابعين أيضا. باب الرخصة في ترك الوضوء من المزي. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمع سمعه ورجل يسأله فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. يا سلام،
يا سلام، هذا الكلام وهذه الرواية يا شباب ليس في المخرج، في الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الآن يظن الذي يقرأ قراءة متعجلة أن هذا يتعارض مع الذي مضى. الذي مضى يقول يجد المني، ماذا يفعل؟ مزي، ماذا يفعل؟ يغسل فرجه هو، يتوضأ. هنا يقول والله لو سهل على فخذي ما قضيت، ما خرجت من الصلاة حتى. كيف؟ أليس المزي يوجب الغسلة؟ فلماذا هنا لا يوجب الغسلة؟ قال أيوة انتبه، لأن الذي مضى، الباب الذي مضى في يوجب الغسلة في الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، وهذا الذي يحدث للرجل أثناء صلاته على سبيل العلة والمرض. فعلى سبيل العلة والمرض يقطع صلاته ولا لا يقطع صلاته؟ لا يقطع صلاته. يفسد الوضوء ولا لا يفسد الوضوء؟ ولكن إذا أراد أن يصلي صلاة أخرى لا بد وأن ماذا يفعل؟ يتوضأ ويجدد الوضوء. جيد، لأن هذا يأخذ حكم سلس البول، وحكم سلس البول أن يتوضأ الإنسان قبل دخوله في الصلاة ثم يدخل الصلاة ولا يأبه لما ينزل من بول، لأنه ليس على سبيل الصحة. هذا واضح؟ فهذه الرواية تحمل على المزي الخارجي على سبيل الصحة ولا على سبيل العلة والمرض؟ إذن هل هناك تعارض؟ فلا يظنن أحد أن هناك تعارض. قال حدثنا يحيى عن مالك، اقرأ، اسمعوني صوتكم، عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل، ها أيوه، أنا أصلي أفأنصرف؟ فقال سعيد لو سأل على فخذي من صرفت حتى أقضي. والخلاصة أن مذهب مالك أن ما خرج من مني أو مزي أو بول على وجه السلس لا ينقض الطهارة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي قالوا يتوضأ لكل صلاة وإن لم ينقطع، كما يصلي والبول ونحوه لا ينقطع فكذلك يتوضأ. إذن هذا مذهب مالك بناء على فعل وكلام من؟ سعيد بن المسيب. إذن هل اعتمد مالك أساسا من أسس مذهبه قول التابعين؟ نعم، ما لم يعارض قول الصحابي أو يعارض القرآن أو يعارض السنة. هناك تفاصيل، هناك تفاصيل. وبه إليه قال وحدثني عن مالك عن السلط بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء وله عنه. فإيش؟ ما معنى إله عنه؟ يعني لا تنتبه له. ليش؟ لأن هذا يا سادة أكثره يؤدي إلى مرض يسمى الوسواس القهري. الوسواس القهري، فإن لم تله عنه ورثك الوسواس القهري. هل يوجد بلل؟ هل نزلت قطرات البول؟ هل لم تنزل؟ قال له سليمان بن يسار. ماذا قال سيدنا سليمان بن يسار؟ ها؟ قال عن البلل أجده، ماذا قال؟ انضح ما تحت ثوبك بالماء واعمل ايه؟ وله عنه. وله عنه يعني ماذا؟ يعني لا تنتبه له، لا تنتبه له. قال أي لدفع الوسوسة حتى إذا أحس ببلل قدر أنه بقية الماء. ألم يستنجب الماء؟ طيب أنا شعرت بالبلل في ثيابي الداخلية وأنا أصلي، أيوه هذا البلل بقية الماء الذي استنجيت به، فلا أدخل نفسي في ماذا؟ لئلا يشوش الشيطان فكره ويتسلط عليه بالوسوسة. يتسلط عليه بماذا؟ بالوسوسة. قال وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الحاكم عن الحكم بن سفيان مرسلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. فينتهي المسألة حتى لو وجد إيه؟ بل قيل لماذا كان يفعل هذا وقد استنجى صلى الله عليه وسلم، فلماذا ينضح فرجه بالماء بعد أن توضأ؟ لماذا؟ قال كان يفعله لدفع الوسوسة، لدفع الايه؟ نعم. وقد أجبر منها تعليما لأمته صلى الله عليه وسلم، وقد أجير من الوسوسة، إنما يفعل هذا تعليما لأمته صلى الله عليه وسلم أو ليرتد البول، فإن الماء البارد يقطعه، والنضح والرش أو الغسل. قال الإمام الغزالي وبه يعرف أن الوسوسة تدل على قلة الفقه.
تدل على قلة الايه؟ فما الفقه في هذا يا شباب؟ انك ان استنجيت وتوضأت ثم شعرت بالبلل ماذا تفعل؟ اله عنه، هذا الفقه. ماذا افعل؟ انضح، اقول هذا بقية الماء الذي استنجيت به، اله عنه. فمن اصيب بالوسواس القهر يدل على فقهه ام يدل على عدم فقهه؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ فتذاكرنا، نعم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء. الآن عروة بن الزبير مع مروان بن الايه؟ ابن الحكم. فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس ومن مس ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وهذا في المذهب أيضا، ولكن بشروط. ولكن بماذا؟ بشروط. ما هي شروطه؟ أن يمسه بغير حائل، وأن يمسه بباطن كفه أو بباطن أصابعه. فإن مس الذكر بغير حائل بباطن الكف أو بباطن أصابعه مما ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على أمسك أو أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت نعم. فقال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. سعد بن أبي وقاص من يا مشايخ؟ أحد العشرة المبشرون بالجنة، وهو أحد العشرة رضي الله عنه. طيب، برضو يبدو أن هناك تعارض، صحيح؟ الآن هو يمسك المصحف لأبيه وأبوه يقرأ، فاحتك بيده فمس ذكره، صحيح؟ قال له: قم. إيه؟ كيف ونحن من دقيقة واحدة نقول إنه إن مسه بغير حائل قد نقض الوضوء، وإن مسه بحائل؟ كيف الجواب يا أخي؟ الله يكرمك. قال الزرقاني الشارح وغيره: إنما، انتبهوا، إنما أراد سعد بن أبي وقاص الوضوء اللغوي لا الوضوء الشرعي. يعني ما استذكره بحائل الكل، قم فتوضأ، يعني قم فاغسل يديك. لم يقصد توضأ الوضوء الشرعي الذي هو أركان وسنن وفضائل، لا، يقصد الوضوء اللي هي مشايخ اللغوي. ليه؟ احتراما للمصحف وللقرآن. قال: بحيث فدل على عمل سعد وهو أحد العشرة المبشرين بحديث النقد بمس الذكر واحتمال إرادة الوضوء اللغوي، الوضوء ليه؟ باللغة، يعني قم فاغسل يدك. الآن يوجد تعارض؟ لا يوجد تعارض. انتبهوا، الموطأ هذا لا يخوض غماره إلا عالم، إلا مسألة صعبة ليست بالقضية السهلة. وبه قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه بحائل أم بغير حائل؟ بغير حائل. هذا كلام ابن عمر ولا كلام سيدنا رسول الله؟ فكلام ابن عمر، وابن عمر صحابي، والصحابة إذا تكلموا جعل مالك كلامهم أساسا من أسس المذهب ولا لا؟ الآن وضحت الصورة يا مشايخ؟ قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: رأيت أبي عبد الله، سالم رأى والده، قال: رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبت، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فايش؟ فأتوضأ. تخيلوا، هذا سالم يسأل مين؟ عبد الله بن عمر. سالم يا مشايخ هو أكبر أولاد عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر مثلا قد بلغ 80 مثلا أو قرب من 80، وكان سالم قد تجاوز 60، كان سالم قد تجاوز 60، فكان عبد الله بن عمر يحتضن سالما وهو ابن 60 ويقبله، وكان يقول لمن حوله: تعجبون من شيخ يقبل شيخا؟ هو شيخ يعني، كبير يعني،
وسالم ولحمه بين العينين سالم، يعني شوف كان يحترم ويحبه الى اقصى درجه. ودعوني اقص عليكم قصه عجيبه، اسمعوني الصلاه على النبي. شوف يا شيخ مكان تولى امره المؤمنين بعد الفتنه مباشره، قد تنازل عن الاماره سيدنا الحسن، فتولاها من؟ ها؟ سيدنا معاويه رضي الله عنه. معاويه رجل دوله، رجل دوله من الطراز الاول، فشق القنوات وعمر المدينه المنوره وعمر الشام وعمر الحجاز، رجل دوله. وكان مما امر به معاويه يا رجل ان تشق قناه ماء تخرج من المدينه الى احد، من المدينة إلى، تعرفون هذه بالقياسات الحديثة تزيد على 5 كيلومترات، مسافة طويلة ولا قصيرة؟ طويلة. فبدأ الحفر من المدينة المنورة، فمرت القناة بجوار المسجد النبوي بطبيعة الحال، المدينة قد كده، فمرت القناة فين؟ بجوار الإيه؟ المسجد النبوي. وهم يحفرون في المدينة، هذا الكلام كان بعد سنة 30 من الهجرة، بعد سنة كم؟ 30، لأن معاوية تولى الخلافة بعد 30، فالخلافة الراشدة كم سنة؟ 30 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تولى معاوية بعد الخلافة الراشدة ما مرت، صحيح؟ قل سنة 35، فأرادوا أن يحفروا هذه القناة، ها؟ نعم، إذا بعد أن مرت الخلافة الراشدة، فاعتبر أنه قد حدثت هذه القصة يعني بعد الهجرة ب40 سنة، تكون بعد وفاة سيدنا رسول الله بكم سنة؟ 30، هذا الذي أقصده، تكون بعد وفاة سيدنا أبو بكر الصديق بكم سنة؟ 28، تكون بعد وفاة عمر بن الخطاب بكم سنة؟ ها؟ نحو من 10 سنوات، 10 سنوات وزيادة. قالوا بدأوا الحصر، أنا أحكي لك الآن هذا الموقف لتنتبه، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فلما حفروا بجوار المسجد النبوي وهم يضربون الأرض بالمعول، إذ خرج من الأرض بقعة دم أحمر قاني كأن صاحبه جرح الآن، دم فتعجبوا، الأرض تخرج دما؟ مش عجيب. فحفروا حول بركة الدم فوجدوا قدم وساق، قدم وساق، فتعجبوا. وحدث في المدينة لغط شديد، ما هذا؟ ماذا نفعل؟ أنا قلت لكم الحفر بجوار الإيه؟ مسجد النبوي. لم يجدوا في المدينة أفقه من سالم بن عبد الله بن عمر ليستفتوه. الآن سالم من الفقهاء السبعة الذين انتهى إليهم إمارة الفقه في المدينة المنورة. فانطلقوا إلى سالم، فجاء سالم بن عبد الله فنظر إلى القدم، ثم دقق النظر فيها، ثم بكى، ثم أكب عليها يقبلها. قال ويحك ماذا تفعل؟ قال هذه والله قدم جدي عمر بن الخطاب، وأنا أعرفها، فكنت أغسل قدم جدي وأنا طفل صغير. هذه قدم من؟ جدي عمر بن الخطاب. فانتبهوا أن الحفر بجوار الحجرة التي دفن فيها رسول الله وأبو بكر وعمر، والدفن بهذه الصورة يا مشايخ، بأصابعك الثلاثة، هذه الرأس المتقدمة رأسه سيدنا الرسول، ثم ترجع خطوة فتكون رأسه أبي بكر، ثم ترجع خطوة فتكون رأسه وعمر رجل، فلأن الحجرة صغيرة، فلما دفنوه وقد رجعوا خطوة من رأس أبي بكر، كانت قدمه قد خرجت في الأرض خارج الإيه؟ خارج الحجرة، إذن بجوار المسجد، إذ مروا بحفر القناة. فهذا سالم يقول هذه قدم من؟ جدي عمر بن الخطاب، كنت أغسلها وأنا، لكن انظروا الدم يسيل من ابن الخطاب بعد وفاته ودفنه بكم سنة تقريبا؟ 10 سنين. فلم تأكل الأرض له بدنا رضي الله عنه. وكذلك الشهداء، وعمر بن الخطاب من الشهداء،
كان سالم يقول لأبيه عبد الله بن عمر: أنا أراك تغتسل ثم بعد ذلك تتوضأ، لما؟ قال: لأني أحيانا أمس هذا بحائل ولا بغير حائل؟ غير حائل، لأنه في الغسل، تمسه في ماذا؟ في الغسل. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله، يا سلام، عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر. أهو سالم يلزم أباه، سالم يلزم أباه. قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى. لا إله إلا الله، طلعت الشمس توضأ ثم صلى. قال: فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ، فتوضأت وعدت لصلاتي. تفهمون المشهد؟ إذن عد مس الذكر سبب من نواقض الوضوء ولا لا؟ طيب، وعد نسيانه وقد صلى مبطلا للصلاة، فأعاد الوضوء وأعاد الإيش؟ وأعاد الصلاة. هذا فعل عمر بن عبد الله بن عمر ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ إذن فعل الصحابي وقول الصحابي من أسس المذهب ولا لا؟ هل فهمتم؟ ثم قال: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته، وهو ما نستأنف القراءة من عنده في المرة القادمة بإذن الله.